في احدى الرحلات رحلات القنص يروى انه قطع اجازته وقال لمرافقيه انا راجع للامارات لاني عندي شغل. قالوا لي يا طويل العمر هذه اجازتك وفتره راحتك والشغل ما يخلص. قال راحتي وسعادتي في خدمه دولتي وشعبي. هذا الرجل ما ينام الا القليل، يواصل الليل والنهار لخدمه هذا الشعب. العام الماضي في عيد الاضحى في ثاني يوم او في عيد الفطر في ثاني يوم كنا احنا مع اطفالنا ناكل ونشرب ونمرح، وهو في ثاني يوم يدور على كم من دولة يوقع 6 اتفاقيات لصالح دولة الإمارات. والله يعجز اللسان عن وصف جهد هذا الرجل، بل ونستحقر جهودنا وإنجازاتنا أمام هذا الرجل. وفعلا حق له أن يسمى أسد الدولة.